عفو رئاسي جديد. الحقيقة أعلنت النهاردة لجنة العفو الرئاسي عن الإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين، والحقيقة يعني هذه الدفعة الجديدة زي ما أنتم شايفين الصور ثمنت عدد من الأحزاب المصرية جهود لجنة العفو الرئاسي في مهمتها التي أسفرت حتى الآن عن الإفراج عن هذا الرقم 1040 محبوس، رقم 1040 محبوس على ذمة بعض القضايا السياسية منذ تفعيل اللجنة. الحقيقة لازم نقول أنه منذ تفعيل هذه اللجنة وإحنا بنشوف كل فترة قليلة، الحقيقة مجرد شهر أو شهور قليلة جدا، عدد من المحبوسين بيخرجوا وشايفين الأهالي وشايفين أنه الناس بتعود تاني في التئام للشمل من جديد لأسر الأهالي. خليني أتعرف على مزيد من المعلومات عن هذا العفو الجديد. الأستاذ طارق الخولي، عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي، مساء الخير. مساء النور استاذه شفتي، تحياتي لحضرتك. تحياتي ليك استاذ طارق، وكلمني عن هذا العدد اللي تم العفو عنه. الحقيقه احنا يعني سعادتنا اليوم مضاعفه لانه هذه القائمه من 35 شخص من المحبوسين يتم الافراج عنها اليوم، ونتجاوز رقم الألف من المفرج عنهم منذ اعاده تفعيل لجنه العفو الرئاسي في ابريل الماضي. العمل بوتيره سريعه وخروج قوائم متتابعه ويعني اعطاء امل لدى الجميع واعطاء رسائل الطمأنينة لدى كل الاطراف. الحقيقه ان جهود عمل لجنه العفو يعني بتتضاعف هذه الايام، وبنسعى بجد واجتهاد كبير ان نعمل على القيام بالمهمتين المسندتين الينا على اكمل وجه، سواء كان تلقي حالات طلب العفو من أهالي المحبوسين أو عن طريق الجهات التي تتعاون معنا في جمع البيانات زي المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ، وفحص هذه الحالات وتطبيق المعايير عليها وإعداد القوائم. وعلى الطرف الآخر نعمل على قدم وساق في دمج المفرج عنهم مجتمعيا وحياتيا وتذليل كافة العقبات اللي بتواجههم بعد خروجهم من السجن، وإنه بالفعل تم يعني نجاح هذه الجهود على مدار الفترة الماضية في عودة العدد من المفرج عنهم بالعفو الرئاسي إلى أعمالهم، ونسعى لتسجيل كافة العقبات الحياتية اللي بتواجههم. فبالتالي احنا يعني عاقدين العزم على استمرار المهام المنوطة بينا على أكمل وجه، وده كله بيكلله دعم رئاسي كبير لعمل اللجنة وقوة دفع كبيرة لها. إضافة لأنه يعني أحد أهم نتائج هذا النجاح الكبير اللي بيتم على مدار الفترة الماضية هو التنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية، السيد النائب العام، السيد وزير الداخلية اللي بنتوجه لهم بخالص الشكر والتقدير. والحقيقة إحنا بنؤكد دائما أننا في عملنا في لجنة العفو الرئاسي بنمارس عدالة كاملة في نظر كافة الحالات التي ترد فينا، ولا نفرق بين حالة ولا أخرى وفقا لمعيار الشهرة. البعض يعني بيدفع أنه ده أحد المعايير التي قد نستند إليها، هذا غير صحيح تماما. نحن نمارس عدالة وتجرد كامل في نظر كافة الحالات التي ترد إلينا، ونطبق عليها المعايير بغض النظر هذه الأسماء كانت أسماء مشهورة وغير مشهورة. أكيد 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 أستاذ طارق، أنا حتى الصور التي يشاهدها معنا المواطن الآن هي صور للمفرج عنهم، وأعتقد الصور بتقول إن هم في حالة نفسية يعني الحمد لله جيدة، وفي حالة صحية كمان جيدة. الصورة واضحة، في بهجة، في تلاحم، في أسر، في محبة، في أمهات، في آباء، يعني في عائلات. وده الحقيقة يعني أكرم ما في الموضوع الحقيقة أن يتم التئام الأسر من جديد. أنا سؤالي عند حضرتك أستاذ طارق، وأنت بتتكلم عن هذا العفو وإفراج عن عدد من المحبوسين، فإذا هذا يعني دور اللجنة هنا ليس فقط التقصي والتأكد وأيضا يعني الحصر بالنسبة للأعداد، ولكن أيضا المتابعة بعد الإفراج. يعني اللي كان بيشتغل مثلا في مكان، في مؤسسة، في شركة، أنتوا كمان بتساعدوه أنه ما يبقاش فيه مشكلة أمامه ويندمج في المجتمع ويعود من جديد، وده بيبقى بشكل سريع.
نعم صحيح، ودي كانت احد المهام التي اسندت الينا رئاسيا. السيد الرئيس اكد انه عمل لجنه العفو لا يجب ان يقتصر فقط على تلقي الحالات وتطبيق المعايير وارسالها الى هذه القوائم الى مؤسسه الرئاسه، ولكن يجب ان يمتد عمل اللجنه للدعم المجتمعي والحياتي للمفرج عنهم، لانه بالتاكيد خلال فتره تعرضهم للحبس لما بيخرجوا يواجهوا ظروف حياتيه ومعيشيه صعبه للغايه في ايجاد فرص العمل، في سهوله أكيد. العوده والاندماج في المجتمع بشكل طبيعي وبشكل سلس. فبالتالي دخولنا على هذا الملف والعمل عليه والاتصال المباشر بالمفرج عنهم او تلقي الاتصال من جانبهم يعني متابعه كل حاله على حده وفقا لمعطياتها وفقا لاحتياجاتها والسعي نحو معالجه كل هذه الامور. بالتاكيد هناك تحديات بتواجهنا في ملف الدمج المجتمعي، وهذه التحديات نسعى لتذليلها ونسعى لمواجهتها، لان عندنا مثلا تصور انه البعض من تعرضوا للحبس كان من صغير السن الذين لم يكنوا يعملوا ما قبل تعرضهم ل صحيح الحبس، فبالتالي فممكن كمان افكار لفرص عمل يعني. بالظبط، فتوفير فرص العمل، وهنا يعني بنعول على القطاع الخاص والمجتمع المدني ان يلعب دورا كبيرا في ايجاد فرص عمل لهؤلاء الشباب والقدره على استيعابهم، اضافه للطلبه اللي تم فصلهم من جامعاتهم خلال فتره تعرضهم للحبس، لانه اللوائح الجامعيه بتحول دون عودتهم إلى الجامعة مرة أخرى وإلى الدراسة. وطبعا مع وجود هذا التصور فده معناه ضياع المستقبل أكيد الخاص. يعني أكيد أستاذ طارق، نحن نتحدث عن حقوق إنسان حقيقية، نحن نتحدث عن حقوق مواطنة حقيقية. أنا بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى التوفيق لكل يعني أعضاء هذه اللجنة الخاصة بالعفو الرئاسي يعني، وأشكرك جدا عضو مجلس النواب وعضو لجنة العفو الرئاسي أستاذ طارق الخولي، أشكرك شكرا جزيلا.